مفارقه غريبه جدا وعجيبه جدا بتحصل. على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك واحنا قاعدين كده، ما تخلي عم اختك تقوم ترقص لنا شويه، طبعا هتكسر الدنيا، انت مجنون؟ اختي ترقص لك؟ انت مين يا عم وانت جوزها؟ بس في نفس الوقت هذا الشاب الكيوت ممكن يعزمني على فرح عندهم في العيله، ولاقي اخته ولاقي امه ولاقي عمته وخالته وبنت خالته وبنت عمته، وفي حفله جماعيه بتدور، ومش بس كده، ده هيجيب لي الاكل وهيجيب لي البيبس وهيجي يطمن انا مبسوط ولا لا. مفارقه غريبه جدا. مش ده اللي بيحصل في الافراح بتاعتنا؟ ايه الفرق اذا كان هي اختك اللي بترقص؟ بل بالعكس بقى، دي بتبقى متمكيجة ولابسة الفساتين الغريبة بتاعت الافراح دي، والدنيا حلوة، وبدل المزة 7-8 مزز. ايه الفرق بقى؟ اتحمقت ليه وزعقت ليه وزعقت ليه لما كانت لما قلت لك خليها ترقص لي، ودلوقتي انت مش زعلان على لحمك وعمال يتهز؟ نفس الفكره برضو، افتح التيك توك الاقي ترند جديد اللي هو ايه، صوره البنت واقفه في منتهى الادب والجمال، ماما انا مش انا هروح اسقف بس، وهوب الاقي هوب شارع الهرم اشتغل. ده ليه يعني؟ احنا ليه لحمنا بقى رخيص كده؟ ليه ما بقاش في نخوه عند الرجال؟ وعايز اعرف الناس بقى الشيك الجميله اللي هتخش بقى تهاجمني، يبقى انت اكيد ده اللي بيحصل معاك. وانا دلوقتي لما اطلع اقول يا جماعه الحرامي ده لازم يتمسك ويتحبس ويتعمل فيه ويتساوى، واحد يقول لي يا عم حرام عليك، انت مالك؟ ده على القلق للخالق، انت مش هتحاسب الناس، يبقى انت حرام. هو يعني هو كده، انما انا مش هدافع عن حد لما اكون انا زيه يعني. فعادي سيبني انا بنظرتي المتخلفه مع المتخلفين بتوعي. كل الحكايه ان انا عامل الفيديو ده، هو فيديو متعب، لان انت لو جيت فكرت فيه بطريقه تانية اللي انا بقولها لك دي هتزعل وتتعب وهتحس انك متضايق ومخنوق، بس دي الحقيقه يا حبيبي. انا عايزك تبقى راجل، وعايزك تحافظ على لحمك، وعايزك تحافظ على اخواتك، وعايزك تحافظ على مراتك. مراتك ما ترقص غير ليك انت، او في قعده ستات في مكان مقفول لو عايزين يرفهوا عن نفسهم، غير كده اسمها دياسة، تمام؟ هتبقى انت خريج جامعة القرون الدولية وهي خريجة جامعة شرع الهرم، سكة ودغري. تقريبا انا بقدم محتوى بقالي 3 سنين، انت ما تعرفش مراتي دي شكلها عامل ازاي، ومش هتعرف لان مراتي دي بتاعت انا بس. ولو قلت لي يا عم فيها ايه، طب ما هي لابسه حجاب وعادي الناس بتشوفها في الشارع، اقول لك ان من ساعه ما اتولدت لحد ما بقت في بيتي ما شافهاش 10,000 واحد على بعض، ما بين بقى مدرسه وجامعه ومواصلات وفاهمني. بس انا لو نزلتها فيديو هيشوفها 1,000,000 واحد في ساعه. فانسى، خليكوا رجاله، بطلوا تنزلوا فيديوهات وحاجات ومراتك معاك او اختك معاك وبتاع، انضفوا من المستنقع اللي انتوا بقيتوا فيه. لا عشانكوا والله، مش عشاني، انا زي الفل وظابط حالي وظابط بيتي وذكر الحمد لله. انا بقى عايزك انت تبقى ذكر، وعايزك انت تبقى راجل، وعايزك انت تبقى حاجه جميله، لان انا بعتبرك اخويا وبعتبرك ابني. لان انت هرجع اقولها تاني، انت لما تكبر هتيجي تاخد بنت انا، فانت لازم تبقى راجل علشان انا اامن على بنتي انها تبقى في بيتك. فبحاول ان انا اعدك دلوقتي، اعمل لك فيديوهات دلوقتي، افيدك دلوقتي، وبرضو انت اللي ابني هيحبك وهيتجوزك، فانا لازم انصحك من دلوقتي. مش عايز منكم حاجه، عايز انصحكم بس. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يلا بالتوفيق للجميع، سلام.